المجلة الكويتية نشرة بتقول فيها اللي الله يخرب بيت اللي انتخبوا مرسي ويخرب بيت الثورة. طب أنا انتخبت مرسي و13 مليون دعت عليهم وتطاولت عليهم بالسب والقذف. محمد نجيب عبد الهادي المحامي بالنقب والإدارية العليا والدكتورية محامي الدكتور عبد الله بدر، حضرت اليوم لنظر الإشكال المقدم منه بمنعه من الظهور في القنوات الفضائية لمدة 30 يوم وغلق قناة الحافظ. وفي الواقع المحكمة تفهمت وجهة النظر وحجزت الدعوة للحكم لجلسة 16/2. وأنا قدمت للمحكمة ما نشر في إحدى الصحف الكويتية من أن السيدة إلهام شهيد قامت بسب الشعب المصري بقولها للصحيفة الله يخرب بيت اللي انتخبوا مرسي، وهذا سب وقذف في حق 13 مليون مواطن مصري انتخبوا الدكتور محمد مرسي، وقالت الله يخرب بيت الثورة واللي قاموا بيها. الثورة دي قام بيها 90 مليون مواطن. الديمقراطية تعني أنه يجب اللجوء إلى الصناديق، والصندوق قال أن الفائز هو الدكتور محمد مرسي، فما كان لها أن تسب وتقذف في حق 13 مليون مصري، فهذا تطاول منها وهذا سب وسنقاضيها عليه.